ومنشوف صورة بتجمع وليد بيك جنبلاط وطلال إرسلان ومع حفظ الألقاب وأبو وهاب. خاص ليلى عبد اللطيف تخضع لعملية جراحية دقيقة ومستعجلة، تكشف لنا تفاصيل مفاجئة عن وضعها. أثار الإعلامي اللبناني نيشان قلق الجمهور على صحة ليلى عبد اللطيف، وذلك بعد أن نشر عبر خاصية القصص المصورة عبر صفحته الخاصة على إنستغرام صورة تجمعه بها معلناً من خلالها عن تواجدها في المستشفى. ولم يكشف نيشان أي تفاصيل عن الوضع الصحي لعبد اللطيف أو سبب دخولها المستشفى، إذ اكتفى بالتعليق متمنياً لها الشفاء العاجل. ستشهد الأماكن المقدسة في فلسطين المحتلة اضطرابات وأعمال عنف مع حملة اعتقالات، والحدث الأبرز سيخرج من مدينة غزة. وللوقوف أكثر على تفاصيل ما حصل مع ليلى عبد اللطيف ووضعها الصحي تواصلنا معها، وهذا ما قالته لنا. الحمد لله أنا بخير، وبدي طمن كل اللي بحبوني أن أنا بخير. ماشي، عملت عملية المرارة لأن أول مرة عملت كريز مرارة من شهر ماي، رجعت بعد شهرين كمان انعملت، وكنت مسافرة قطعت سفرتي وجيت عملت كمان كريزة مرارة. كانت قوية الكريزة تبع المرارة، فقلت لا لازم شيلة. فتت على المستشفى الروم والحمد لله عملت العملية، كتر خير الله يا رب، منيحة، كتر خير الرب، الحمد لله، الحمد لله على كل شيء منقول. سنشهد مصالحة قطرية سعودية إماراتية خلال المرحلة القادمة. ومن ناحية أخرى، كانت احتفلت ليلى عبد اللطيف مؤخراً بزواج ابنتها، إذ أقامت حفل زفاف حضره العديد من الإعلاميين، وهم نيشان ورودولف هلال ورجا ناصر الدين وريمان جيم، الذين نشروا عبر خاصية الستوري الخاصة بهم صوراً من هذه المناسبة السعيدة. وانتشرت صور وفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الزفاف، وبدت العروس جميلة وسعيدة إلى جانب عريسها رودريغ. تزوجت زينة اسمها شريف، والله بيالك حميدة. يذكر أن ليلى عبد اللطيف تزوجت للمرة الأولى من رجل سعودي رزقت منه بولديها فهد وزينة، وانفصلت عنه ثم توفي فيما بعد، وعادت إلى لبنان بسبب مرضها، إذ كانت تشعر بشحنات كهربائية في رأسها خضعت بسببها للعلاج. وابتعدت ليلى عن ولديها في فترة تنقلت خلالها بين بيروت وجدة، ثم تزوجت للمرة الثانية من رجل لبناني اسمه مارك أبو جودة.